التي حضروا فيها اللاعبين الشباب لمستويات عالميه، وكنتيجه لذلك شاهدنا الاداء المشرف ديال هذه المجموعه الشابه من اللاعبين. هذا من جهه. طبعا من ناحيه المباراه كما شاهدتوا هي تيبيكمون مباراه نهائيه، فيها نديه كبيره، فيها سيناريو ايضا يليق بمباراه نهائيه. الفريق الخصم عطفا ربما على أدائه ومجهوده أيضا يستحق، يجب أن نهنئه لأنه فائز مستحق لنهاية الأمر، لأنه قام بطولة في مستوى كبير. وإحنا يمكن لنا أيضا نهنئ أنفسنا على المستويات، على الأداء، على الانضباط، على الروح اللي أبانوا عليها اللاعبين، الروح الرياضية أيضا اللي كانت جزء مهم من توجهنا على مدار جولات البطولة. شكرا كوتش سعيد. راح ناخذ ثلاث اسئله. السؤال الاول الفوق. السلام عليكم. سي سعيد، شكرا لكم على المردود تاعكم. يعني طيله تواجدكم هنا بالجزائر، يعني كان بشهادتك انت كنت يعني انكم حظيتوا باستقبال جيد، لكن قبل اشهر من الان كانت الاتحاديه الجامعه المغربيه رفضت تنقل قبل هذا يعني شفنا الفريق المحلي المغربي كان حرم من المشاركه في الشهر. اليوم بمشاركتكم اليوم ويعني ما لقيتوا حتى مشكل، تشوف بلي انه سقط من الجامعه المغربيه خلال الشهر اللي كانت اثرت ربما على النظره تاع الجامعه حول مشاركتها والعلاقه مع الجيران. كمان السؤال، الاسئله راح تكون على المباراه النهائيه من فضلكم. من فضلكم مباراه نهائيه. من شكرا. Question here please. ايه تفضل. كوشن هير بليز. ايه من فضلك كمان الاسئله عن النهائي. تفضل كوتش. سؤال عن ساتي شيكر ان باز ماجازين. Commiserations, coach. Thank you. Lost this final, but you're still going to the World Cup. Mm-hmm. So what do you take out of this particular match or this tournament to take to the World Cup? Commiserations, coach. You've lost this particular match in the final, but you're still going to the Under 17 World Cup. So, what do you take out of the tournament as a whole and this particular match to the World Cup itself? طبعا الاستفادة كانت كبيرة، لأنه رغم خسارة يعني هذه بطولة مكونة للاعبين في هذا السن، كان مهم أننا نلعبوا يعني الماكسيموم ديال المباريات. لعبنا كل المباريات، وصلنا منتخبات من قيمة كبيرة، الفوز عليها تطلب يعني تحضير جيد، مستويات جيدة. تنظن أنه أحسن تحضير لكأس العالم هو أنهم يلعبوا هذا النوع من المباريات، أنهم يتعلموا أيضا من الخسارة لأنها جزء من اللعبة، جزء من تكوينهم، جزء من تكوين الشخصية ديال هاد اللاعبين الصغار. نتمنى أنه يعني بعد فترة ديال الراحة يقوموا بعمل تقييمي للمشاركة، ونستخلصوا ربما العبر باش ربما نصوبوا يعني نصوبوا اي اعوجاج كان في عمليه التحضير، في عمليه التعاون مع المباريات، ونمشيو لكاس العالم مسلحين اكثر من اللي جينا هنايا، ونكونوا ربما ان شاء الله ممثل يعني في المستوى القاره الافريقيه، بما اننا حنا حضرنا بشرف تمثيل القاره الافريقيه، وهذا شرف كبير يعني. Last question here. Assalamu alaikum. Yasin, قادم تلفزيون الدولي. أهلا بك. ربما شفنا المنتخب المغربي يعني سيطر طيلة الشوط الأول وحتى في الشوط الثاني، حتى أنه شفنا اللاعبين خلاص كأنهم شافوا نفسهم توجوا
بالبطولة وما تشوفش بلي الثقة زايدة هي اللي خلاتكم تخسروا اللقاء وزادت من المرارة تاع الهزيمة خاصة للمنتخب خلاص شاف روحه توجه بالبطولة. شكرا. طبعا يعني النتيجة قاسية على اللاعبين خصوصا في هذا السن لما تكونوا في هذا السيناريو يعني متقدمين. اتفق معك لانه في الشوط الاول ربما اللي كان عندنا ربما حدود اكثر للتسجيل، لكن يجب الاعتراف ان الايقاع وكاليتي دي جوار ايضا وحطنا في مواقف صعبه نوعا ما، فما تنظنش انه افراط يعني في الثقه بقدر ما انه ايضا للخصم لو ميريت ديالو، يعني يجب نرطوا المنتخب السنغالي ما يستحق لأنه منتخب خوي كان عندنا ربما إمكانية إنهاء المباراة ربما بهدف ثاني في الشوط الأول يخلينا ربما نسير المباراة بأريحية، ولكن هذه هي كرة القدم حتى بالنسبة للكبار فما بالك بالنسبة للصغار اللي أونيفو ربما ديال التدبير ديال المشاعر وهذا صعب شوية جدا، لذلك احنا فخورين بالوليدة الصغار. شكرا كوتش، نتمنى التوفيق لمنتخبكم وليكم ان شاء الله. شكرا. شكرا لكم على طوال البطوله للمعامله المحترمه، نتمنى اننا كنا في مستوى حتى في لقاءاتنا.